وبحضور سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام وكبار مسؤولي الوزارة، نظمت وزارة شؤون الإعلام فعالية يوم البحرين الرياضي بمشاركة إدارات وموظفي الوزارة. وتضمنت الفعاليات العديد من الأنشطة الرياضية كبطولة كرة القدم وبطولة كرة السلة ومسابقات شد الحبل وسباق 100 متر جري وعددا من المسابقات البدنية لموظفي الوزارة، وإجراءات الفحوصات الطبية كقياس ضغط الدم والسكر، بالإضافة لتكريم موظفي الوزارة أصحاب الإنجازات والمشاركين في البطولات الرياضية المحلية والخارجية. بهذه المناسبة أشاد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام بقرار مجلس الوزراء يوم رياضي وطني لمملكة البحرين، وبجعل هذا اليوم نصف يوم عمل لإفساح المجال أمام العاملين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية للمشاركة في الفعاليات، مثمنا الدعم المتواصل الذي تلقاه الرياضة في البحرين من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبمبادرات سموه الفاعلة لدعم الشباب وتمكين وتطوير قدراته في شتى المجالات، مشيدا سعادته بالمشاركة الفاعلة لموظفي الوزارة لإنجاح هذه الفعالية.